ممثلي الفعاليات الوطنية والدينية في محافظة بيت لحم، وجرى له استقبال شعبي شاركت فيه فرق الكشافة، وترأس غبطته صلوات دينية في كنيسة السريان الكاثوليك. وأعرب غبطته في تصريح خاص لتلفزيون فلسطين عن أمله بأن ينال شعبنا حريته واستقلاله ويعيش بكرامة. جدا مسرورون بقدومنا الى بيت لحم، هذه البيت المدينة التي في الحقيقة هي بيت ومهد ولادة الرب يسوع المسيح الذي هو المخلص امير السلام. ان شاء الله ندعو بجميع الاخوة الفلسطينيين ان يعيشوا بكرامتهم وان يستعيدوا ارضهم بكل فخور واعتزاز.